انا ما كندوش معكم شي واحد ليديز اه والخويا شوف اي حاجه كديرها من اجل الفلوس كطير واحد النسبه ديال 75% كطير ديك الفيلينغ فهمتيني توصل داك الحاجه وكتفكر في الفلوس وانت طرات لينا في اللايفات في تيك توك اصاحبي قدرت ربعت اللايفات في تيك توك ضرب شي 9500 درهم ولكن ما كاينش فيلينغ فهمتي وحتى اي حاجه كتولي دير الفلوس كتولي دير شي حاجه بالفلوس ما كتبقاش عندها حلاوتها كما قلتي جوج حوايج عندك الفلوس وعندك فاش كتفرض عليك مثلا انت بقاو شي باللي الفلوس تريد تشافق معك الصاد لكاش واحد مخدمك ولا فوق منك شي رئيس ولا شي واحد لا واش حنا غادي دابا مثلا انت كتدخل المدرسه مع الثمانيه مفروض عليك غدا تمشي مع الثمانيه فهمتي تمشي ديك الحلاوه فهمتيني واخا انت كتكون باغي تقرا ولكن مفروض مع الثمانيه تمشي شي حاجه مفروضه عليك صافي كترفض على العقل كيبقاش باغي انت مفروضه صافي ماشي ديال راسك حر اللي بغيتي هذا هو البلان اخويا اللي وقع لي انا انا وليت كنقلب اخويا على الراحه ديال دراري كيجاكم هاد الكفر اللي الفوق جيمي يور بي او في كيجاك هذا الياس عطيني الميتافيز دراري كامل انا كاز دابا كنديزايني واحد الكوفر او ميم طو غن تعرضوا ولا ديزاينر يلاه شاو كي شاو الفو ايماجيني اوكي اوكي قوله ناضي يا شاو الله قوله كتوشي العمق كتوشيتي العمق انا ما ساندوش لانني انا الشاو ساندوش الشاو عمر ساندو كدوب ساندوك 16 واحد دار فوتو البروفيل ديالك ولا واحد بقى لك الشرف فهمتي كرا مسانا ديالو او ماي ماركتينغ انديريكت صافي شنو لا والله او ماي بزاف تاع المود كيكوتي ماركتينغ ديالك اخي او ماي ما سمعتش اش قلتي ماركتينغ ديالك دير والو ماركتينغ انديريكت والله شفتش تفاش من ماركتينغ دير والو اصاحبي داكشي داك راه ماركتينغ سور لو لون تيرم ماركتينغ فهمتي نو والله سي با كالكولي كوم سا شير عرفتك سي با كالكولي انا كنقول لك شنو كاين سي ميم با مو على باز زعما اللي عرفت هو الياس هو غبوهالي ولكن راه كيدير ماركتينغ كيغيار فهمتي راه هو زعما غادي غا على الله ولكن راه صادقه فهمتي الحمد لله الله يلا توف الله يا خي او ماي والله يا خي او ماي الله ساتر معايا والله الحمد لله فلوس ما عرفاني كطيح اخويا سيدي ربي كيخلصك على قد نيتك لا ولكن اخويا الحمد لله كنصدق اخويا الجود كارما الجود كارما دوك كون بارك اخويا حتى كيدوي معايا شي واحد كيقول لي اخويا راه بغيت عندي تيليجرام ديال اشهار كيصيفط لي 2000 درهم فهمتي كود برومو تاهو فهمتي الفلوس بقيت ما طلعت لي فلوس في كارير مليت انا ما كاتب هذا البلان ما كانش داخل في المخططات ديالي فهمتي يا ماركيز اكلاس الملك اكلاس الويد الدراري ما جاوبتونيش كي جاك ناضي يا خيسيس اخي الشا والله صلا ناضي الشاو صافي قلنا لك ناضي صافي صح ليت ناضي يا الصاد دابا شي حاجه اللي ديفيرا وما كايناش في السوق هاد الساعه مازال ما شفناهاش انا مساندو او هذاك اللون ديال الزرق هذاك اللون ديال الزرق والصفر طار ما فهمتش جا 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 زوين جا فوالا ديفيرون بصح الكومبو مزيان الله الملك اخي الياس الكوفر مليح اخي شاو بالرجول الملك ريتويتها بالرجوله ريتويتها باش تحرك عند الشاو المهم ريحت ما كنعرفش صاحبي راه ما كنعرفش لكن انا كنعرف تويتر او كنعرف تويتر صاحبي عرفتك ما كتعرفش الصاحبي انا خي قبيله واحد اللعيبه ديال قبيله واحد اللعيبه ديال الجزيره ما تشويت ديال الله ما عرفت خويا حتى طلعت زعما كاع ما الملك انوريك عرفتي واحد ديسك تيقول فيه ما صبرتي في الجبال حموده غادي غير تويتر حموده غادي يطلع في التريندينغ ديال شويه
قال لك ما صبرتيش للتشابه لا ما ارتيست ما تا لعبه دابا مالكي في واحد التشابه لا ما صبرتيش لا راك ما ارتيست ما والو واش دابا انت كتسحبني واش منيتي دابا زعما هاد البلان ديال الكلاش واش تحبني مني ولا ولا لا انا عارفك منيتك غير تشابه لا فهمتابه لا هي اللي مقوده عندي ولا انت راك انت نافرهم داني نخرج ونرجع ندير افلام قصيره انت واش كتسحبني ولا صطفان قلاوي واش انا اصلا هاد الهيت زعما هاد الهيت ديال راه فهمتي من 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 تاقلمش فيه انت ماشي اجتماعي فهمتي انا هبيل ما كنرتاحش وسط الجماعات وسط بنادم فهمتي في الطريق راه تزاد عليا واحد في الطريق كنت لفهم كنبقى عارف راسي فين يا بوحدي معايا دري واحد فهمتي ما غاديش نمشي نبرك في الاستوديوات وكذا وديك الهيت فهمتي ماشي ديالي ديك الطريق الله ما خويا افلام جاي راه مثلا راسي انا وصاحبي فهمتي فيلم صبوك نبقى انا واحد يمكن الراحه هي كل شيء ما زعما دير شي قلوه ما الراحه هي اهم حاجه فهمتي تلاح شي قلوه ما كتعرفش انا بغيت نضحك بداك البلان وصافي ضحك راه شتي تا اصلا تا راه درتو غير مره في السطوري فهمتي نهار بغيت نلوحو قلت لي طقس سوب اب من ورا ما عاودتش لحتو تا السطوري تبرك من 3000 سطوري اللي بنادم كي يطاقيني ما رجعت على حتى شي واحد كيف دابا تيتيس كيبغي يمثل معاك الافلام دابا الحجيت المزيان كيبغي يمثل معاك في الافلام ولا ولا كتلقى الرفض انت شنو الافلام اللي فين عمري مثل شي فيلم افلام قصيره صافي قصيره انت ما دايرش جوج افلام في بصح يقولوا ولكن واش دابا تيتيس دابا تيتيس ملي كتمشي انت كتقلب شي فاتاتك كتقول لك اه قال كيعرفوني كلشي كيعرفني شوف شوف اللي قال لك يعرفني شي كيكذب ماشي كلشي كيعرف دابا انت عندك كلشي بيد داك الشيء غير ندير لزا مالك شريتي فوقية العيد العيد اخويا ساحري اللي هي فيه يا ربي اسمح لي يمكن حملوش والله اخويا الله الا ساحري اللي هي فيه والله ما كذب كنحس براسي مشكرف فهمتي كنحس براسي بغي نتعرب الشمس كتحرقني في عيني فهمتي مكاينينش اخويا الله يدوزو بخير دابا انت خاصك رقية امين اخويا المهم انت واحد الباك اللي بغيت تقدى عندي فيه فوقي وبالغا وريحه ومكانه براسلي في كازا الله يا اخويا 20 درهم ليفريزون غراتو يسلم الله يا زوين اخويا المهم انا بغيت نتكلم عليه بالملك انت حسب لك امي ما شفتيش ما شفتيش الميت اليوم في الصباح صلاة الجمعة لابس واحد الشلابة قداش ديال الهراويين ما شفتيهاش شوف الستوري ديالو في الانستغرام لابس واحد الشلابة كبيرة تمالو ضرب في السقف شوف واحد الشلابة لابس غير خراب خليني الضحك كيفاش مشيت انا للجامعة القلاوي في الاول ديال رمضان مشيت للجامعة ويصر باف عرفتي انا بيرك الباف خسر مابقاش باغي يخدم وليت كنقول في خاطري اش هاد القلاوي هذا فهمتي نقول او انت واش انا جيت الباف خسر حقدت صاحبي واحد طلع ليا الله اعلم اخويا داكشي ديال الله واش خشيتيش يا ايدي صعيب واش خشيتيش يا ايدي كانت الشمس اخويا دابا واش كانت الشمس ما غاتخشاش ما كتكونش مركز واش عارف حتى اجواء الجموع ولا ما عرفاش والله جينا ديما كنصلي في الشمس زعما انا فهمت وكنصلي انا اخويا ما الا صليتي في الشمس ولا صليتي في الارض ديريكت راه كتكون عندك الاجر مدوبل ويلي والله الا ديما الصوت انا شي علاش تسولني علاش دابا مثلا سمع الناس كيصلوا في الجامع الداخل في الزربيه وانت صليتي في الزنقه على تحصيره ولا شي لعيبه كيكون عندك الاجر لا انا هاد المره كحلت النوبه هاد المره فسكت على الصاله وعاود رجعت ليها حسيت براسي بحال اللي مرفوض فهمتي كنت راسي متخسخ وسط الجامعه وفهمتي كتبان ما عندكش قال يا فهمتي ما طراش ما عرفت اخويا فهمتي حسيت براسي ملون ايلياس كتسمع خطبه الجامعه راه باين اخويا كيفاش كتسمع راه باين حتى اخويا نهار الاول في رمضان مشيت للجامعه ولا انا كنمشي انا للجامعه بيكاشي سبيكاله فهمتي في الجامعه كنمشي حتى شي كل الله كبار كيقيموا الصلاه عاد كنمشي انا كنبغي نسمع الخطبه لا ولكن راه من لم من من لا غافل الجمعه من لا غافل الجمعه ماشي خاصك تبرك تصمت الجامعه ولكن ما يمكنش نسمع داكشي كيجيني بحال النفاق
تسمع داك شي مسيس فهمتي ما تخويا هادشي اخويا شي صعيب اخويا حتى راه ملي ولا كيقول في الجمعه الا ما درتيش كمامه ما دايزاش لك الجمعه صافي راه ما بقاش الجمعه اقود حاجه اقود حاجه كيدور الامام كيدور الامام وكيقول لهم السلوى تاع ديال هذيك اللي كتعجبني اخويا هذيك فاش قاود يا يقول لهم السلوى تاع ديال وتراص كيفاش هذيك زوين كتحس دابا إلي هزت بين من داك النوع إلا قصتك بصبع صغيرة كتحيد رجليك والرجولة المالك أجواء أخويا المالك كديري أجواء أخويا ما عادش كيدير في المالف كديرو والله ما سمعتش كبرش كيفاش لقبت زعما ملي كتصلي واش كديري يدك فوق يدك فوق صدرك ولا كتطلق يدك في الأرض كدير يدك في يدي فهمنا كيدير كيدير يدف ادخو لا راه خو اللي هو عنده ما كتب عليك تمرقنوا ولاد القحاب غنحكم ما تبقاوش تمرقنوا بهادشي ديال الدين اجمع كركا ماركيز ولا زبي فهمتي ماشي انا ماشي انا اوماير 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 عم كرك دابا لاعب تفضل ولا كيفاش مالك المالكي وراه اوماير اسمعني راه ما خلوكش تفهمني دابا راه في الصالات كيكون داك اللي كيدير يدو على يدو بحال كتحط يدك على صدرك اصاحبي دري راه ماشي اسئله ما والو والله ما كنتش شكون هذا ماركيز انا لا لا ماشي انا ماشي انا والله ما انا الصاد واش انا غنسطي سمع صوتي يا صاحبي حتى شوي ماشي انا يا صاحبي ما فهمتش ماشي انا ضحكوا واش كندوي معاك في المواضيع السياسيه عندو دراري انا لا زاك دراري ديك الهضره تاع ايدي في ايدخو انا ما هضره ما والو باش نقول لك والله ماشي هكاك دابا انتم ما فهمتونيش اصاحبي راه كاين دابا الصلاه اللي كدوز فيها زعما الاجر زايد وكيقول لك مستحب وكاين مكروه اصاحبي ما خلناش نهضروا في الدين الدراري زاك ولكن راه في الدين كيقول لك ايدي في ايدخو تلا راه خو اللي ايدو فيه زعما انت لعيبه كاع واش وصلت كاع واش فهمتي والله كاين الاجواء في المعارف ماي قش عند هاد الفاينات المعارف المعارف لا لا ماشي في معارف انا مخسور طون افريد ابروسكي سمع سمع خي الياس الياس عطيناك باسبور احمر ياك سمعني اول ثلاث وجهات غتشدهم كسيري ما غتشوفش من وراك باسبور احمر والله يا اخويا ما بمشي شي بلاصه اخويا تاع بغيت نخدم كندا هذا انا ما نكذب عليك الصراحه والله انا بغيت نزور كندا ولكن ما لقيتش ليش كندا راه فيها هذاك الاكتئاب الكبير هذاك مول فهمتي في السطاج الاخر ديال الاكتئاب السطاج لا كندا دابا كندا هي السطاج الاخر كندا السطاج الوحش ديال الاكتئاب فهمتي الظلمه والثلج والدباب الدباب الياس كاين الدباب الدراري واش جامايكا بالفيزا الدراري سول باوتشي لا جامايكا فابور جامايكا كتشي لا فكاش بليز لا فكاش بليز خباك انت الياس خباك انت تصلح تخدم مع سوينكا واح قرب بسط عندك واحد الوجب اللي الصراحه يقدر يخدم مع سوينكا ودخل لها وليد ديك البروغرام ديال سوينكا راه سوينكا اللي خاصو يخدم مع المالك يا صاحبي ابغامو هادي فتا تلا يديف ات سوين قالت تلا راه سوين قال لي يدو فيه لا كلشي يدو فيه كلشي يدو فيه راحت لبالي كلشي راحت لبالي كلشي ايلي زعما ما جاوبتينيش ايلي ثلاثه الوجهات نقدر نحقو عليك في سبيس خبرك خاطرش تكون واقف يوقف عليك باسبور احمر كيفاش من الله يهديك انت اش هاد القليوي اش هاد الهضره القليوي صاحبي لا صاحبي ساهل لك الدرجه واش ما شوف تبارك الله كثر معطيك انا اخويا ما باغي نمشي حتى بلاصه فهمتيني فهمتيني والله فهمتي ما باغيش نمشي كان عندي شحال هادي في 2015 2012 كنت باغي نمشي لمصر فهمتي نعيش في مصر عاد كنت كنتفرج دوك الافلام كانوا اثرين عليا كنت حاب نلقى الازقه ونلقى حلمي في الزنقه فهمتي اما دابا ملي فهمت البلان
ما راح ديالي هنا يا خويا وتبقى عايش في افريقيا. ايه سمعت شبقى عايش في افريقيا ما بغاش حد كيسحب ليهم كاع ما غنكي حتى المغرب غنبقى غير هنايا. ايه والمغرب فيه ما يتشاف فهمتي غير بنادم كيبوجي فهمتي. شلا عندك الفلوس اخو الي شلا عندك الفلوس اخو الي صليت تعيش في المغرب كيبيش بالروح هادشي اللي بغيت نقول لك فهمتي. مثلا دابا هو رمضان يخرج بنادم يمشي كذا يمشي سفر فهمتي يمشي بنادم يدور ماشي مهم شي مدينه واعره تقدر تمشي غير لتازا فهمتي تقدر تمشي مثلا اش منيشك غير عود بنادم في تازا يلاه والتسير في اجواء تامل تبرك شي قهوه الدراري خصكم تعرفوا تازا والله الا فيها شي صاطات تبارك الله ناضي ما شاء الله غادي تتفق يونا بارتو على الصاطات من تازا. لا 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 تازا تازا فيها بنات الناس بزاف والله كاين تشارو داير شي شركه تازا وزن الدراري الدراري الحوثين كنت حركش اخي الشاو التازا ما واحد الساط عشيري ساكن تماك مشينا لواحد الوطيل قعدنا في ليلة الدراري حكم اخي على مدينة دوز سيفا ليلة ولا راه دوزنا ثلاث ايام تقريبا تازا راه فيها طوبيس واحد والله زعما شكون فيه هي مالك ما دير فيه ولكن الكونسيبت تازا دايره بحال الصفر ولكن الكونسيبت هو ان الا عندك فلوس راه غتعيش بخير باش تكون واضح مزيان فين ما كنتش كيدور فين ما بغى. لا لا الهضره ما كايناش الله ما عقلتش عليه هو في كازا انا ما نعرفش اوماي هو في كازا والله لا ما عقلتش عليه هو كوموندي في جلوب مشيت للكامب نو مشيت لهاد الشيء مشيت جوجي 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 ما عرفتش فين صراحه والله باغي في كازا اليوم ما كندويش انا تعتبر ماشي حمود انا باش بغيت ندير لك ستوري ودي ستوري يا خو نحط لك في بوست تويتر ما كنتحرك صاحبي فهمتي شفت البرنابيو كانت دراري راه بنادم العاقه فلوس ومتواضع ولاد القحاب يجينا انا حمود ولا لا عرفتي بين عرفتي برنابيو شكون اللي قال مشيت للبرنابيو الياس انا خويا عارف وماي وماي عندك في الزلي جا شي باراك ماشي انا اللي قلت خويا راه اقسم بالله تاع برنابيو مشيت لعبت فيه مشيت لعبت فيه في كاس دانون كانت باقا عندي شي 11 عام ولا شي قدم ذهبي ألا كاس دانون صح توني زرق لا كيف كاس دانون المالكي ويا صاحبي ترى بيستي مشيت ليا كارت مير ديال بيست كنتي كتكورا الياس ترى مصيبة الكازا سول عليا تاع البرنوز ترى ما عرفتش برنوز ما عرفتش لا درت كثير اخويا مشيت ليا واحد الدريه في الطنوبيل اش من عام اش من عام المالكي اش من عام اش ما تيقتلش ايدي اش ما تيقتلش ماشي اخويا شوف والله شوف راه عندي واحد الانستغرام قديم فهمتي مشى ليا لي بوطاس داكشي ليه فيه شي تصاور باش لعب كوره فهمتي راه باقي في انستغرام دابا ولكن الصاطه اللي فيها الصاطه اللي فيها عاودوا الدراري عاودوا الدراري الحماس ديال الكوره تماك وكذا ولا مقول. لا انا كنت بحال توني كروز انا فهمتي كنت بحال بوسكيت تحقرني تشوفني تحقرني شحال عمرك شحال عمرك اصلا يا خويا 96 وباقا صغير نقلب لا كبرت فين فين مشيت الياس عشيرك الملو اللي ضربوه تمشوط خبارك مزيانه دابا مابقاش عندك كونكيرونس واش تا مشهور داروا معاه مزيان راه كندير السوق العلاني ما عرفتش شي شي لا لا داروا واحد شوف حتى راه داروا ليه اضرام النار وشي قلب اه محاوله الساعه الياس هو بيزيغا يا فهاد الشيء شكون بيزيغا وتازا مالو زعما في اللعيبات زعما حتى هو كيخرب الضحكيت وطلقه لا 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 انا نيفو اخر الصاط فهمتي انا مقود ولا ولكن انا نيفو اخر فهمتي انا هيت اخر لا 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 انا نيفو اخر انت راه بحال اللي كتقارن ما عرفتش هذيك الرابور هذيك اختك مع شي وحده امريكاني فاش لا صافي انا كنقيس المخ فهمتي انا عندي واحد العمق مقاود فهمتي انا بعد ما كندير اللايف ديالي في ساعه صافي كنبقى نتفرج فيه نقول هذا نقول هذا القلاوي مقاود هذا فهمتي نقول واه كيفاش كيلعب بالمواضيع فهمتي انا نيفو اخر فهمتي عندي هيت دابا قبل ما كنطلق اللايف راه كيكون لايف فهمتي قبل ما كنطلق داك اللايف راه كتكون حياه انا راه حياتي كامله كامل اللي كدير في اللايف وغتديروا في كشاف
وي 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 خدام فيه خدام فيه بيانفني بيك خدام فيه السؤال ذاكرة الكتاب سميتو ذاكرة أسطورة ها ما ساندونيش ها ساني ما ساندونيش بس بهادشي قبيلة راه صرف لي كشار مش قلع لا لا والله تصرفتي لي والله تصرفتي لي أوماي راه أنا دريت البلان وكنسبيس عامر وسكت لا لا دابا انا فاش ضحكت شي حبيبي فهمتيني شنو قلت تعال لقيتكم فهمتوني لا لا ما فهمتش التعقيب صافي اللي قال لي اللي قال قال عدنان صافي صافي بالعكس راه خصك تفهم بالعكس اللي كيبان له بوز غير هابي الله يعطيه عيش راه كان انفلونسي كان انفلونسي انديريكتومون ولكن في البوزيتيف ماشي في النيجاتيف الله يخليك ما جريتوش مع اوماي ما جريتوش مع شوف اوماي سيدي محمس هذا البلان الدراري راشد البرنوسي احسن فرقه في العالم الدراري لانني انا اوماي ما ساندوش باش نقول لكم زوين داك التراك ديال كازا ديال لاكيرا سمع شو ابروج ولا قعدوك التراكات اللي لحنا ديال من غير هذوك اللي فيهم بزاف الناس لا ماشي كلشي صراحه كازا الدراري كيبقى فيزا ناضي والله فيزا حرام تكفز شكون عاوتاني ديك الاخر اقوى تراك دابا كاين في تلاح مؤخرا هو ديال اوركا ديال بوز ولا كبير موتا هو اقوى خو الرجل انت بلدي اش من بوز ولا زبي ها الياس الله يهديك واش تعرف بحال يا ماركيز قال لي قلتها كديره وقال لي قلتها كديره اللي قلتها كديره حتى من بعد الشيء راه كاينه بكلت الجاري والكلب الصباح تي كتعرف ديك واش كتعرف 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 ديك اللعيبه فاش كتكون باقي صغير مثلا كتمشي مع باك الحمام تيقول لك تاخ شي رجلك اللي قلتها كديره وفاش كتكبر كتقول اه راه حتى اللي كيقول لي تاع اللي قلتها كديره صافي قلت لك داك اور كمقول توصل لواحد النيفو ما نقدرش نقول لك يمتاش من 10 سنين 20 عام تتامل في شي كلمات تقول اه راه قال الياس والله يش تراك مقول صح تشيرك هذيك بيرمودا شيرك بايرنيا هذيك بايرنيدا راه قصر مقود حتى اللي كاين هو اللي كيكتب داك الشيء جاتك مقود انا مايرك نسمعوا ليه ميت كي حتى شي بوزاج قال لهم قال لهم قال لهم اللي كيبان له بوز غير هابي الله يعطيه عيش فهمتي خونا مقاود هو دار في الصف بيرمودا قال لهم انا اللي مقطع له الفيزيفي فهمتي دار مقودين بعد صنتوا ليها صافي وقال ما سمعتيش يا ماركي شكون هو شكون ماكش قادر نكذب حيت ما كنتش يلا جيت تراك صاحبي واحد في شي تلاحو بوز عجبني واش شو شو واقيلا واش ماكش سميتو نسولك المالك عندي لك سؤال واخا يا عمر شنو اللي كتسناك الشهر الالبوم تاع بوز ولا اكسيرسيون صبر صبر شكون اللي كيغني شكون اللي كيغني اللي كيغني زيدو باش غنينا في تويتر قص الفراشة وطلق لا ما كراش اوش اوش كاحو فاوش فين كين دراري دراري ابدا كانت فاولا واحد لعيد ابدا شوف انا سميتي اوي ساطرة اون بلوس حتى الكونسيبت عفو كونت ما كونسيبت ما والو فهمت ماشي غيب وهي وراح عارف شوف الكونسيبت اوي الحمد لله بعد انا راه البوم ترمى في يوتيوب اوي اوكي اوي شاو لا دابا البلان اللي البلان اللي لاح فيوري دابا انت انايا كنصنت غير فيوتيوب ماشي فيوري قالك فيوتشر ولكن سير مع علينا كمل فيوري ورا فيوري تو بان لي لاح شي بلان في انستغرام وما الا ما ساندوش لا انا انا ما بغيتوش يساندو انا راه غير صححت ليه فهمتي انا برك لا شنو ما ساندونيش انت اوماي ما ساندونيش انا الساطر راه دابا هو قال لي فيوتشر وهو كيتحب لك يدوي على فيوري وفيوري ما لاح والو يعني زعما فيوري فيوري بان لي لاح شي بوست صاحبي بان لي لاح شي لعيبه في انستغرام واش هذاك تراك ولا مليح ماشي تراك هذاك صاحبي هذاك ما عرفتش دابا راه انونس والو ديك اب صغيره فهمتيني زعما راه كان نسحب ليك توان نسحب زعما ما نسحب ديال شي البوم ولا شي لا لا ماشي انونس تاع البوم انونس عنده زعما فهمتي ساله فهمتي ساله دوك اللعيب زعما يلا غادي يلا غيشوف اش غيدير ما كتمتشم دابا او ماي نقولنيش لا راه واش راه ما بغيتش نستعمل كلمات كبار باش فهمتي ولكن حيت كبار عليك
دري ما تجرش لي لسانه ما تجرش لي لسانه دري بوما دري خوشي خوشي فيوري كين ولكن ما تجرش لي لسانه والله ما سمعتش خاي ماركيز الالبوم د فيوتشر ما سمعتيش واوي اوي اللي كيسولك وانت شكون د فيوتشر تقولوا لينا وريونا بعدا ترى انا زعما ماشي زعما كنقاص ولا اقسم بالله العظيم صاحبي هو واحد ديك النهار طالع هنا واحد خونا ما قال لي كتعرف انا كليله لا قرت في كعب شهبط انت راه انا وسط واحد النفق انا داخل في نفق من انا كان عندي السؤال في محله تراك واش تراك قول لي شي تراك ديالهم معروف وفيوتشر رابر فيوتشر رابر امريكاني يا صاحبي صاحبو مغربي صاحبو مغربي وهذا قصد لك غنيه صدى واحد الصويت شويه ضاب جوز نتاع لبنان انا خويا انا ما فهمتش ما متعمقش اوي نسنسخ ماشي نسنت لذاك كنت نسنت لذاك بابلو نسمع بابلو هذاك المصري صافي مروان بابلو ناضي ناضي مروان بابلو عاونا بنادم خويا الياس شنو شكون اللي كتسناك شهر الالبوم تاع بوز ولا اكسلسيور ولا لو بيتشا حتى واحد فيهم بالرجول صافي حاضر لا كنتسنى الالبوم ديال المورفين ماشي كنتسنى زعما كانني فهمتي انا عارف المورفين ديك القواده ما يقدرش يرجعها حيت واحد اللي كيعرف يرجع القواده هو انا فهمتي ديك القواده اللي كانت عند المورفين القواده ديال المورفين ديال داك البلان ديال هيبا الطاكسي رقم واحد لازم حداك مثلا داك السطر المورفين واخا يخرى الدم ما يعاودش يخرجونا عارف هذا الشيء صاحبي اش كتقول راه باقي عنده راه جديد هذا الشيء صاحبي دابا السافد صاحبي السافد صاحبي دابا الانسان دابا الانسان ما بغيتش تجر ليا لساني وصافي ولكن وما تجر ليا لسانك لا والو حتى حنا راه عارفين كل شيء حنا نتسناوك حتى تجي تقول لنا او ماي تهبط راكينو تسمع نقول لك بصفقه ديال مبابي تسمع نقول لك قلت لك المورفين ما غيعرفش يرجع لقواده فهمتي وخايف يطرى داك البلا اللي فراسو فهمتي هو ديجا داير لي صايط لي البرد فراسو بانني راه ما غنرجعش بحال بدر هاري دابا كيبان لك طالع الرينغ وخايف فهمتي خايف يطيح عاوتاني طار المورفين المورفين عارف راسو خي ديال اللي داير ما غاديش يرجع المورفين ديال فاش كان راسو خاوي حنا دابا راسو عور جينا راه كندوز من هادشي دابا مشينا عارف اش كيدور لي فراسو فهمتيني هادشي اللي كيأجل في الالبوم والالبوم يقدر ما يلوحوش فهمتي يقدر يموت وما يلوحوش حيت خايف هو فهمتي حيت هو في اكتئاب ديال الفراعنه فهمتي عنده واحد الهيت بوحدو يقدر هاد الالبوم غيبقى يقول لي ما اليوم غدا اليوم العام الجاي عام وما غيتلاحش الالبوم حيت لاح وما غادي هو برافو حيت هو المورفين من دوك الناس اللي كيبغي يعطي ديما القوه كيبغي يعطي شي حاجه مقوده وهاد الالبوم ما غينسيش في المورفين ديال شحال هادي فهمتيني ولكن ظن أنا ما يكونش ألبوم اللي مقاود فهمتي ألبوم عادي فهمتي يكون ألبوم صافي ماشي ديك الدرجة اللي بنادم كيتسنى نسولك عندي لك سؤال شنو كتسنى من غالا اكزاكتومون زعما يقدر شي زعما فهمتي تقريبا شنو كتسنى زعما باش تقول بروجي ناضي زعما انت بالضبط زعما شنو لي زاطون ديالك من جهه نتسنى يكونوا في تشيلينغات ماشي دوك في تشيلينغات المعهودة مثلا ديال الرائد دنيسيو فهمتي كنتنا في سيرينغ مثلا نشوفوه مع فات ميزون نشوفوه مع مروابا فهمتي لا نمشي تلك الدرجة مهم يخرج فهمتي تشوف ألبوم زويني حقاش أصلا في المغرب راه ما عندوش مع من يضرب بزاف زعما بنادم كي غالي ما ضربش معاه فهمتي داكشي سولتش زعما شنو شكون كتسنى بالضبط فينو زعما واش كتسنى داكشي العميق ولا داكشي اللي كيمزدك زعما انت واش المتموت الياس اشيرك المتموت لا غادي كنظن داكشي العام ما بقاش يعرف يحطو فهمتي ولا كاين دابا شي تقصار واش انت باغي العمق ولا التمزاك زعما انت بالضبط لا دابا حاليا صافي ما بقاش يعرف يحط العمق صافي دابا من الاحسن صافي التمزاك فهمتي صافي واحد العمق العام اللي فات ما يمكنش تقول عليه واحد دار واحد اللعيبه دي 9 شهور ما بقاش يقدر يحطها فهمتيني ولا زعما دار لا الراس كيعمر الراس كيعمر راسه راه داكشي بالعكس راه الراس كيعمر عاد كيولي داكشي بلوس دي فاسيليتي انا واحد داكشي راه خصك تعرف باللي معاك انا من واحد الناحيه اخرى واحد الناحيه اخرى الراس عمر من واحد جوه اخرى الصاط ماشي بنادم راه انت دابا ما كتفكرش بحالو فهمتي انا حاس عارف اش كيدور في داك الراس كيعمر الصاط فهمتي
مابقاش انا دابا نسالي انا كنقول لك انت شنو باغي تسمع انت كفان فهمتي زعما انت شنو انا ماشي فان انا ما عم نقول لك فان انا باغي نسمع فان راه فان راه معيوره غير بالدارجه راه زعما راه بيجوراتيف بالدارجه زعما بكاع اللغات راه كتعني كتسمع فهمتيني ولا لا زعما المهم انت غير الاغلبيه وصافي غير باش اللي يفهم انا فاهم او ما باش اللي تحت يفهم لا لا دوك صاحبي دوك صافي عايشين عايش تخو معتمد دوك بلا صاحبي فهمتي بلا ما تدي عليهم انا تاعي مشاو جا الكلب ايش الدراري صاحبي الدراري داخلين كيتصنتوا صاحبي مشاعرهم شو واش دابا سد بلاتي بلاتي يدير سب لك الدراري ديالك راجع نفسك او ما يهبط مابقاش تسمى او ما تسب لي الدراري مساكن اخر مره اخر مره الناس كتضحي على او ما فاهمش دابا او ما فاهمش القلاوه ما فاهم الثقل وانا فاهم وفهمتي انا كنبسط ليه صاحبي هو ما فاهمش روجو. انا عارف كيفاش انا فاهم الدراري كنضحك انت ماركيز باغي غير تخور المشمود من المشمود ساكت المشمود المشمود راه اوديتور عطيه فاش يقدر يطلع راه يطلع دابا انا واخا كان مالك ما جبتش منك داك الجواب اللي كنت باغي نجبد فهمتيني ولا لا ما تعمقتيش معايا كيف ما كنت باغي تتعمق لا حيت ما كاينش انا كنت كنتسنى انا وصف لي لي زاتون ديالك فهمتي زعما كبروجي كتبروموتي بزاف الوقت شنو غتفهمتي شنو لي زاتون زعما فهمتي انت شنو بغيت تسمع منك لراسك زعما الا قلت لك فهمتي الا بحال قلتي كان كيسمع وقلتي لي سير دير هادشي فهمتي يعني شنو غتقول له هي دير ماشي انا راني فهمت انا بغا هو العمق بغا العمق فهمتي بغا العمق الصح ولكن كيبان لي انا داك العمق ما بقاش غيعرف يحطوها صاحبي واش تما كنت مسطي ماركي راه هو عارف هادشي صح وباش ولكن انت يعني انت داكشي اللي انت ما كرهتيش زعما فهمتي لا مثلا دابا مثلا يكون شي كلاش مشيني شي حاجه اللي غادي تروش ونمشي يكونوا شي في شيلينغات مقودين فهمتي اش بغيت نقول لك غيكون بعدا في شيلينغ بحال هكا شي في شيلينغ مع الموت شو حيت كيبان لي غيكون جاي في شيلينغ مع الموت شو فهمتي بحال كفات ميزو فهمتي لا راك عارف انت فهمتيني شي حاجه اللي مبدله فهمتي اللي يخرج من هنا يقلب على كروبا وي فهمتك انت فهمتيني يعني انت صافي فهمت الحاجه ديالك انت بغيتي اما اما بوز راه بوز البوم ديالو راه باين غيكون مقود اللي راه باين شوف بوز مقود واحد دابا يعني انت كيبان لك غيحط البوم محسن اكثر سيو خاصك دابا كندوي على لوبي ولكن كيبان لك البوم ديالو غيكون احسن من البوم تاع المورفين لا ما يمكنش ما يمكنش يكون احسن وصافي راه ما يمكنش يعني لما غا حاط دي زاتونت على المورفين كثر من بوز داكشي علاش لا بوز ما يمكنش يحط شي حاجه شوف بوز بصفه عامه ما يقدرش يحط شي حاجه قوي من المورفين لا تراك لا البوم لا او بي لا فيت فهمتي ما يقدرش فهمتي شويه نقول لك وي فهمت ما غايقدرش فهمتي شويه بحال اللي كتقول مثلا المدرسه ديال البرازيل ومدرسه ديال اوروغواي فهمتي يعني هو مقود نسولك دابا انت قلتي لي كيبان لك الالبوم ما غيتلاحش واش كتضل لو بي غتلاح ولا ما غتلاحش اش من او بي قالا واش ما عرفت اخويا بان لي قالا غتلاح ولكن انت منين مرشره عرفت ولكن انت كتقول اكسلسيور ما غيتلاحش زعما فهمتش زعما شنو الفرق بيناتهم علاش قالا تلاح واكسلسيور زعما ما غيتلاحش عمرو غيتحط دابا حنت البلان ديال الالبوم فهمتي راه سنين هو باغي يلوحو فهمتيني واحد شويه نقول لك راه نفس الحاجه لوبي تشوف انا نقول لك الكلمه الاولى ولا خليك الطولي في دماغي دوك لي فان الاولين ديال المورفين راه عمرهم ما غيشوفوا المورفين اللي بغني يشوفوا فهمتيني دابا المورفين اللي بغني يشوفوا هما هو المورفين القديم ديال فهمتيني اللي كان كيبزكني انا فهمتي دوك السطوره المقودين اللي كتقولوا وكتقول هذا القلاوي وكتقول هذا القلاوي كيفاش حطت السطر وكتقول هذا كيفاش جاتو في مخو تيحفهمتي راه ما غاديش يرجع داك المور راه كاين ايفولوسيون زعما راه فهمتي راه مزيك كش ايفولوي والبيتاش كي ايفولوي وزعما الفلوات كيت فهمتي راه زعما هذا هو زعما الا بقى كيحط نفس الحاجه راه واخا يبقى يحط نفس الحاجه في نفس النيفو غيطلع لك في كرك فهمتي زعما داكشي وي مسلكه هو مسلكه الله انت اصلا كيغبر فهمتي بحال البلانات اللي بانوا في ستوري مؤخرا اللي تبارطاجاو بان لي زوين داكشي ماشي بان لي دوك ولكن زوين ولكن سورتو جديد فهمتي زعما داكشي يعني انا داكشي فهمتي طربني دوك شويه بان لي فهمتي جديد الوغ زعما فهمتي ما قليل اللي كيتجدد اللي كيتغنوا في المغرب زعما اللي كيدير فهمتي كاين اللي كيستراك اللي صدق لي غيبقى يعاود فيه فهمتيني ولا لا راه بزاف دابا راه شي 80% اللي كاين كيديروا هاد البلان فهمتي هاد البلان هذا اللي خرج دابا بان لي زوين هادي
وصافي يعني زعما انت انت اوبتيميست انا كنت حابين انت بيسيميست ولكن رجعوا للواقع ما يوصلش النيفو ديال البوز اللي فيه دابا اساش صاد ماركيز انت قلتي واحد الابيزود بوز زعما عجبني والله يا خويا تا بوز عجبني اقسم بالله تا بوز فهمتيني لا 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 خلي بوز ديال شحال هادي دابا ديال دابا فهمتي ديال دابا بوز مقوت فهمتي نيفو مقوت واش داير دابا وتنتج ديك اوركا تنتج ديك اوركا ديك اوركا وسد صنت لا داك شي يقولوا لينا مو هاد الكلاشات هادو اللي خلينا هاد الكلاشات دابا غير خاص بنادم ما يبقاش يقارن بين بين المورفين وبوز فهمتي الا ما قارنتوش بين المورفين وبوز غير بين الكومبوز مقوت فهمتي ولكن صعيب باش قارنش بيناتهم زعما مورفين راه ميسي ولكن تقبو كلاس اي لا 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 والله يتعود القحبه كلاس اي ما كيعرف لا قلاوي لا والو فهمتي لا لا كلاس اي كلاس اي فهمتي الكلاسات ديال الزنقه راك عارف مي بور كونسوا كلير ان كلاس اي حوا حوا شايفين زعما في الكوبي ديال الكلاس ولكن راه شايفين هادوك اصاحبي فهمتي راه ديك الكارير زعما راه مي قلب لهم الباص صافي لون لا لا ما تجي من لا ما تشي باش ما تقلب ما تشفر الباص ما تقلب ما والو انا بالنسبه لي انا بان لي الباص بقى فهمتي الباص قلبوه لراسهم في الاخر زعما فهمتي زعما هما عطاو اما الباص كان بقى عنده حتى الاخر غادي غير تبيفه في راسك شكون هو ما هذاك الدري زعما وانا قلت لك وعليها صح فهمتي صافي انا هضره موثوق به وا بوتيتر الا راسو بالديل سمول اكس فلوسه وموثوق به لا 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 غير دابا داك سمول اكس بغى يخرج من الطل ديال الاخر فهمتي الاخر كان مسيطر عليه فهمتي بحال اللي كيقول ما تجيش تجيب الصحاب هذا هو اللي كيتحكم فهمتي مسيطر عليه مسيطر عليه في كوت فينونسير فهمتي خونا فريمون كيدي لي بورسونتاج ما بلوس كو خونا الاخر ولكن حقاش المهم خونا هو اللي شاد السفينه فهمتي هو اللي صايب هادشي اللي بغيت نقول لك بحال دابا تلا عمر ما بغاش الا انت الا انت كنتي كدير خدمه كثر ما غاتجيش بورسونتاج كثر نورمالمون زعما سي ولكن خونا ما تقبلش داك البلان فهمتي كو حنا حنا تيم حالا وكذا يعني اللي سمعت كدوي غير صحاب لي غير واحد ناصب على واحد راه سي با الكا فهمتي دابا انا فهمتي زعما انا كبخك انا انت كتجي كترابي وانا كندير برودكسيون كنارونجي وكن فهمتي زعما كندير بزاف الحوايج سي سي كاين دي زافور لي سالو زعما كثر من الله فوالا فهمتي راه كل يعني الا جيت شي واحد اخر دار دوك مي خونا راه ما يمكنلكش تدخل عليه هكاك فهمتي فهاد كيقول لك حنا خوناتي كاع واحد غير ربحوه كاملين غنتقاسموا غنتقاسموا عرفتي عرفتي ولكن راه زعما امون دوني راه ماشي ماشي بحال هكاك البيزنس داير فهمتي ايش كيقول لك فو سيباري البيزنس والبيرسونيل اصلا باش قلتي لي زعما صدمتيني كيفاش كيقول هاد القلاوي هذاك صاحبي فهمت صاحبي فريمون هادشي اللي فهمت صاحبي واحد نصب على الاخر لا صاحبي لا لا حتى من حقك زعما ما تقبلهاش غا هو راه معقول ليه شكون اللي غيربح الويداد ولا لافا بين الويداد دابا الويداد الويداد بون ايكيب ولكن ناقصين وباقي احسن فرقه في المغرب زعما بهاد النقص لا الوداد دابا عند الميليو زوين عند الحسوني وبلان كلشي عند الدراري ناضي في الميليو ديما ديال عمر ما كانش شي بيريود في التاريخ تاع المغرب اللي ما كانتش حاكمه فرقه ديال كازا زعما في التاريخ تاع كره تاع المغرب خويا اوماي اللي جيت دوما في هادشي هذا غنسكتك عافاك اقود فرقه دازت اقود فرقه دازت زامتهم بجوجيه الخميسات واحد العام كلاساتي الثاني الخميس هذا قال لك هذا قال لك هذا محس باقي ولد 2002 ما عرفش شنو الكره في المغرب صات لي فار قد شدها شدها من هذه الكره في المغرب حتى التسعينات راه هي اللي صفات المنتخب 86 94 92 لي فار فهمتي 90% لي فار 70% لي فار راه شوف شوف كل لي فار ومحال واش هي مايل ويف ديال تطوان شي راه كنت دارت خبره تطوان لا تطوان عامين غير عامين 2010 تطوان خويا متعتني باش نقاطعكم الدراري سي 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 لعبات في البطوله امتع البطوله تفرج فيهم بطوله مع تطوان تطوان رحتي كيطاكا صاحبي خرجتي انا ودخلتي له تطوان مع العامري مع العامري عامين 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 امشي عامين متابعه كانوا داروا عام وعام ما داروا فيه والو جاو العام الثالث فهمتي والشقل الحسني اش اكادير كتكلمات واحد من بين 2000 وي وي ليامات فاخر
ترى مشي حسيت اني هذا كي كان ترى ما يمكنش انا عاقل فهمت انا عاقل الكره مزيان راه دابا الراجل الوداد حكموها غير فهاد فهاد 12 عام الاخر ما حكموا والو الله يهديك لا لا ماشي 12 عام شوف شوف كون كانوا ملي كنقولوا حاكمه الفرقه شنو حاكمه هي يعني كتسالي البطوله ب 82 نقطه كتفرقعها واه الاهلي والزمالك جبت ليست دي فانكور تاع البطوله كيبان لي غير الاحمر والخضر هنايا صاحبي باش نقول لكم كتب لي كازابلانكا بزاف كازابلانكا وكازابلانكا ماشي زعما زعما تحبسات كازابلانكا في ديك الستينات عاد ولات كتبان لي شويه شي لاخر فهمتي هذا تخلطاش الدعوه مشيت صاحبي كتقول لي خويا كيف الستينات كتقول لي 15 عام والراجل ثلاث مرات متالي شوف انا مازال ما كملت 58 ليفا 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 مره مره كديها شي قنيطره شوف شوف والديك ما كانوش 88 88 83 ليفا شويه 90 جات لجمعيه الحالي بدات اندماج مع الرجاء شويه 2000 حسنيت اكادير شويه ولات رجعات ليفا 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 لا لا ماشي كذب تحس كذب لي فارج مرات من 90 من 90 لدابا لي فارج مرات صات لي فاد ضربت الكاف ضربت كاس 8 المرات صات ديتو هاج مرات في 30 عام فهمتي رائل بلس راسيو صات كنا كنديو الكاس كنا كنديو الكاس وضربنا الفيلاد يعني في الكاف بيتك غديها صاحبي حتى الكاس لعبوا ولا الدرب نديو الكاس ماركيز ماركيز باش نكون واضح الوداد هو الكاس باش نكون واضحين شوف وغنلعبوا فينال من دابا شهر هذا الجيش ويف دازت وصافي ماشي واه وي تغيره قديمه فهمتي ليش راه عنده ماكينه جينيراسيو 2000 ما يمكنش لا راه ماشي جينيراسيو كنعطيك انا صاد راك اسمع شو انت شو من 90 وداد 91 وداد 93 وداد 96 الراجا حتى 2001 الراجا 2004 الراجا 2005 ليفار هذه اول من 90 مره واحده ومره ثانيه في 2008 ومن مورا 2008 راك عارف الراجا وداد الراجا وداد مره شيطوان مي زعما فهمت راه متكين على واحد الدرجه ما يمكنش فهمتيني راه كاين دوميناسيون فهمتيني زعما راه كلير راه بحال قلتي باريس سان جيرمان في فرنسا فهمتيني ولا الباي خويا كتهضر بزاف لا ماشي باري شوف ماشي باري بحال اللي كتقول لي وانت الصطا تاع ملي قالك باري خصني نسكت بعد هذه اولا ثانيا الجيش ليون صاحبي كان دابا حتى 7 سنين 60 60 60 70 71 84 87 دات في 83 البطوله دات واحد 2004 دات في 2005 دات في 2006 ودات في 2007 و 2018 لعبات فينال هي كاس العرش كاس العرش ضربه 12 ضربه 12 البطوله ضربه 11 لكاس العرش دابا بعض السوبر اللي ما كاين حتى شي فرقه في المغرب دابا سوبر مغربي الا ليفا شنو اخر ضربه الكونفدراليه ضربه الشامبيونز ليغ خويا بزاف ضربه سبعه الوصافات الله يهديك او ماي يا صاحبي تاريخ كبير او ماي بالما ديال الراجل ولاد بوحدو اكثر من ديال الجيش زعما انديفيديوال زعما بلا ما ديروا ديك كازا الرباط فهمتيني ولا لا انديفيديوال بالما غير ديال الكاز ديال فهمتي ديال الفرقه راك انت صافي راه باينه صافي القضيه صاحبي الله ما تبقاش عاد تقول حكا زع حك واحد اسبوع باش نشوف انا عارف بغيت دابا نجبد لي ستاتستيك يلا عطيني لي ستاتستيك كيا بطولة ماروك بالمارس شبر راجا كازابلانكا لا لا غادي نجبدهم كاملين زعما جبد بالمار دير كاع الفراق يبقاو هابطين واقع لك البيرون بارك فيل فهمتي بيرون بارك كلوب الوداد 21 الرجاء 12 الوداد حيد لا حيد لا داك الشيء ديال السام الله يسالك حيد لا واحد 8 ولا ما عرفتش حتى 8 لا ماشي 8 6 حيد لا 6 صافي حيد لا 6 ونتفاهم واخا حيد لا واخا حيد ما كانش وما كانش لي فار ما كانش لي فار ديك الساعه ما كانش شي خريط كانوا كيلعبوا سته فرقه 21 نقولوا حنا 15 يلا 15 لي فار عند 15 وفرانك ما محسوبش مشات لك كونيكسيون جاني ابل ما محسوبش ديال هذا العام لا لا جاني ابل ما محسوبش ديال كيفاش ديال هذا العام هذا العام تحسماش ما تحسماش هذا العام واش مصطي واش في وبا ما يمكنش او ماي يلا سير 16 فهمتيني بلا ما نقول 16 والراجل شحال عنده ليفار عندك ورا اللي ويلي درنا اللوجيك اللي درتي ليفار نحيدو الوداد فاش ما كانش ليفار لا نحيدو الراجل لا ما كانش نحيدو ليفار فاش ما كانش الراجل اصلا
الراجل كما كانت الراجل غير تال 40 عام دات التشريق حتى دات جمعية الحليب والدمجات في الثمانينات اول واحد وعاد من بعد عاد فهمتي بداو كي هو لي فار السطر من بكري لي فار عارفش من 60 ولكن صاحبي عاوتاني لي فار عندهم النص ديال دوك 12 فهمتي قبل 60 شوف 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 لا ماشي قبل السينات ماشي قبل ما كايناش قبل اول لقب ديال لي فار راه هو في 61 62 63 64 67 68 يعني لحيدنا 70 لحيدنا هادو شحال بقى بقاو خمسه علاش غنحيدو مصاب علاش حيت راه كانت بطوله مغربيه الوداد حيت لا الوداد حيت لا في 48 اصاط حيت لا في القف السامه حيت لا في السامه داو جوج داو 57 66 و69 يعني ثلاثة اللي داهم في الاستعمار يعني فهمتي الا ديزينا قد طبقوا هذا اللوجيك الوداد عندها الا حيدنا الاستعمار الوداد عندها 18 والليفار عندها 5 اكين دوميناسيون فهمتي كلير اصاحبي دوميناسيون كبيره شوف 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 سالينا البطوله ياك كنا 12 12 16 ياك اوكي كاس العرش انا دابا شوف كاس العرش حتى شي حد ما مسوق اصاحبي لا صافي كاس العرش هذا راه شي حاجه صافي وانت في الكوبا واش مصطو ولا لا كاس العرش هذاك صافي راه في خبرك الوداد راه كتقيد ضيف علي مني تاع الصط والو هذا باش ضربينا جوج فينالات حنايا الوداد فينا كاس العرش شوف كاس العرش شحال ما بلاش باش نجبد انا ما ساندوش لانني انا كيرا ما ساندوش الصات ما كاينش شي فرق شكون ليا كاين 11 لي فار 9 وداد زيد الراجا 8 ايوا زيد شكون لي فار باقا لاصق عليهم زكم ياك هو راه 11 باقا لي فار واه اسمعني نزيدك كاس شوف السوبر المغربي اللي كيدير بطوله اللي كيدي كاس العرش ما اللعيبه صعيب ما غنلقاهاش اللعيبه هذه صعيب نلقاها شوف ما كاين حتى شي واحد لعبت 4 سنين دات عليه في 4 سنين اه صاحبي هو دا تروفي ديال تروفي اميكال صاحبي فهمتي راه ما كيتحسبوش في سوب لي سوب شوف تشامبيونز ليغ هو كيضحك على مالك دابا صاحبي اللي يضحك عليه بالرجوله لا السطر كاس هذاك راه ماشي كاس صاحبي راه السوبر ما كيتحسبش ودابا غير سمعني كيفاش ما كيتحسبش السوبر يعني الله دابا واش الله عاقل انت شكون اللي دا السوبر تاع اوروبا العام اللي فات السوبر ديال اوروبا داجو تشيلسي راه غنتو اللي عاقل غنتو اللي مسوق اصاحبي راه فهمتي راه ماتش اميكال قبل ما يبدا لا سيزون فهمتيني ولا لا راه كيسخنوا بها صاحبي انت شوف فيناليال ياك دابا تشيلسي الياس فيناليال ضربت تشيلسي ما داش تشيلسي داش تشيلسي تشيلسي قبل منها كانت ضربت في الريال واقيلا ولا ما عرفتش شكون كانت داش في الريال سمعني قول لي اوماي والتشامبيونز ليغ مو حتى في لي كوب عندنا كثر منكم زعما كمديناش رباط عنده 17 وكازا عنده سميتو 18 وي سمعني تشامبيونز ليغ عندنا وحده الوداد عندها جوج ياك الوداد عندها جوج والرجاء عنده ثلاثه الكاف حنا عندنا وحده يعني ما كي اسات ماركيز والله حتى يعني اننا يعني اننا انت كتشوف فهمتي كتارغ فهمتي كتقاتل على واحد التاريخ اللي قديم بزاف ما قديمش الصاب انا تفرش منين تهزت الكارت تفرش فيها انا في التينات 2005 تفرش والله العظيم واش التصويره ديال اللعابه 5 دراهم وطاحت ليا وداز عليها الجمهور بقيت كندفع بنادم انا وخوتي باش عاود الزيته راه عندي شي ديكريت صافي 2005 وما تصفينيش لي فا لي فا صاحبي دير جوج بطولات اللي انا حاضر ليهم فهمتي اللي حال فيهم عيني زعما فهمتي الوغ كو صافي راه باينه صاحبي الفيلم صاحبي ودابا ديك الفرقه ماتت زعما ما بقاش فيها حتى شويه من داك الشيء فهمتي زعما حتى ما بقاش واقع داك حتى الثالثه ما كبقاش كتاخد الثوازيام بلاصه صاحبي مؤخرا اخر عام ليهم كانوا اخر عام ليهم كانوا جابوا لينا الميس عقال وكان قدي وي وفهمتي وكان اخر عام سمعني اخر عام باش نصح لكم 2013 ماشي هو اخر عام لعبني فات درنا طوازيام بوزيسيون هاد العام حنا طوازيام بوزيسيون ما فهمش الخي او مايش كنجيبو دابا الجاي لا زعما ما بقيتوش زعما ما فهمتش ما بقيتوش راه العام اللي فات طوازيام بوزيسيون الصاط راه ولكن ماشي سيريو فهمتي ماشي طوازيام بوزيسيون اللي يقدر يديها فهمتيني المهم حنا مقاتلين فهمتي انت كتقول حنا تنسينا حنا باقي عارضين نتوما مقاتلين حقاش البطوله مقتوله فهمتي اما زعما الراجه مقتولين
وعندهم فهمتي وكيلعبوا فهمتيني ولا الارض ما كتلقى فرقه ديالك فهمتي كتلقى فرقه ديال كازا تشكلوا باقي عندهم كوره شويه فهمتي اون جينيرال يا با د كونكيرونس في البطوله هذه اصلا فهمتي غير الويد الحاك ما بغينا ولا كان زعما وماشي وفاش ما كاش فاش ما كتكونش الوداد 90% على الوقت تكون الراجه فهمتي زعما كيبقاو فهمتي كيبقاو غير ديغنيغ مو غير ديغنيغ مو خير راه ديغنيغ مو راه 30 عام ماشي ديغنيغ مو 30 عام راه صافي راه الواقع هذا صاد راه فهاد العشر سنين الاخر راه داتها فتح داتها طنجة داتها تيطوان داتها الوداد داتها الراجة كل داتها كل واحد كورة ما كيداوها عرفت حتى ما كنتش حتى شي وحده ما كتطول فيهم بحال قلتي بحال قلتي هاد 10 سنين اللي خرجت عليك داتها ليل وداتها موناكو ولكن اللي دا ليل داتها وهاد العام هي الثامنه موناكو داتها والعام اللي من موراه بدات حتى لواحد الفرق الوحيد زعما دابا اللي بغى يعني لك اللي بغى يعني لك اوماي هو ما كاينش النفس الطويل فهمتي ما كاينش السوف لا مره كت ما كاينش داك ما كاينش ديك الشخصيه ديال الفرقه كبيره فهمتي هو الشيء اللي باغي يقول لك زعما فوالا طاغيزون طاغيزون بهذا الكوطي غير هو نفس الطوار مع حتى شي فرقه ابطال الويد فهاد السنين الاخر والراجه والراجه جاي عندها صاحبي الراجه لا صاحبي لا ما كاينش نفس الطوار جاي عندها الراجه دابا راه في البيغ بيريود ديال ليستوار ديالها وكتلعب الشامبيونز ليغ صاحبي فهمتي كارد فينال فهمتي زعما راه كوميم راه كيبقى راه كيبقى التوني صاحبي وباقي كيتعمر التيران فهمتيني زعما راه ما كيتقتلوش الفراقي هادو زعما هذا هو الشيء اللي بغيت نوصل لك انا فهمتيني باش نزيدو قدام اصلا خاصنا لا كونكيرونس باش نزيدو غير فاش الفراقي اللي جينا ندوب باللغه ديال معقول لا لا دابا فهمتي بحال قلت شي فهمتي بحال قلت شي ليستر سيتي شي ويست هام شكون هو هاد الفراقي اللي قلتي دابا الفاتح وتيطوان وطان والله راه فين هما دابا فاش كيديروا دابا المهم العام الجاي غادي ندير ارسنال تاع البريمير ليغ لا 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 انسى هاد الهضره ما كايناش خاص غير فان دايك يتضرب ليفربول والله حتى كيتضرب فان دايك تضرب وقال الداو لا لا داتا سيشن عام صاد العام الجاي سيشن انسى يلا تفكرت وهاد العام شكون او ماي سيشن لا ان شاء الله السيتي حقاش السيتي فهمتي عنده واحد اللعيبه اللي ما عندش ليفربول انها الماتشات الصغار كتربحهم كاملين تقريبا ليفربول مره تقدر تزيارة شي ويست هام فهمتي زعما ماشي ما كتحكمهاش ديك الدرجه بحال كتعثر كتعثر وي ما عندهمش داك فهمتي السيتي عندها البون توس فهمتي زعما السيتي فرقه سيريوز كثر زعما كتبان لك زعما فهمتي كتخلع كثر السيتي احسن جناش بلي السيتي احسن كتكون سباق للتسجيل واش بونسي شي اللي غادي الشامبيونز ليغ زعما فهمتي واش بونسي هو هذا العام ديالو لا 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 الشامبيونز ليغ بان لي ديال الريال لا لا جو بونس باوش الريال غيدوز غيدوز خاص دابا السيتي رد الريال ربحات الفرق تشيلسي وباغي بالمونطال ولكن السيتي راه شدو معاهم غير حقاش السيتي ما كاينش لي زاغيير فهمتيني ولا لا راه لي زيل كانوا محلولين اصاحبي فهمتي راك شي كتعطي كره فينيسيوس كتوصل للكاري ومالغري صافي شي ماركه وكشاره صاحبي عرفتي باش راه سرعه البيوش الريال صاحبي راه بزاف انا بيرنابي هو اللي غادي يفارع فهمتي شوف كوارتي والله عزيز عليه بيرنابي كيحمار راه ما غادي راه ما بيرنابي راه ما كيخلعش راه باش نقول لكم باغي هذاك راه باغي راه دقيقه 70 وباقي باغي دايزه يعني راه غا فهمتي راه غا شداتهم الرعده زعما اما كون بداو كيضزعوا كره وكيديروا داك اللعب تاع الاتليتيكو كون داز زعما راه شويه الخلع شوف دابا حنا على موعد مع مباراه زوينه وشكون نفكرك تشيلسي راه ناقصين تشيلسي راه مقتولين اصاحبي وكانوا حتى هما حتى الدقيقه 70 كانوا دايزين فهمتي راه غا فهمتي راه دابا راه داك هو المشكل فهمتيني بحال اللي كتقول مثلا راه كنتي لاعب مزيان ضد ريكو والرينك الخامس طحتي فهمتي كيفاش راه داك هو الهيت راه هو الكونديسيون فيزيك دابا باغي قصراش على الريال وتشيلسي مازال اكيليبري اما باغي فهمتي لعبات على الريال لواحد الدرجه ما يمكنش راه فهمتي ثلاثه الميطاش والريال ما كتبقاش كوره ثلاثه الميطاش غا ما عندهمش داك التسعود اللي غيقتل تشيلسي راه مقتولين اصاحبي وشدوا معاهم اما السيتي راه لعبوهم راه بيوتش على الريال راه جايين البيت الشعبه زعما الاول هذيك ما مفهومش بيلانشي ما كاينش والبيت تاع فينيسيوس راه حقاش ما كاينش لي زاغيير فهمتيني ولا لا باغي يدوز حنا ما مهم غيدوز لا عاد نقول لك الا رجع والكير ولا كانسيلو وحطوه مع فينيسيوس ما غيدوزوش حقاش والكير عنده واحد الجهد اللي ما يمكنش ان زعما فينيسيوس كانسيلو والكير ما كانوش يماركو اصلا الريال
لا لا الساط كانوا غير ماركيو ديك البيت الاول هو على ديك البيلانتي وداك البيت الساط وولكر اسمعني شي وولكر فوق ديك البيت الاول ديك التخليعه ديال ميندي والله ما دوز حتى وولكر الساط ما تسبقوش الكره والله سبقتي غير دابا اون بلوس دابا كون كان وولكر كون ماشي ضربهم غير بجوج لزيرو في قسمين كون دا كون كان شي فهمتي كانوا غيقتلوا الماتش فهمتيني ولا لحقاش خوتنا راه هذوك اكثر وحدين عندهم كاباسيتي تاع يقتلوا كيما كيما انا غنسهل لك او ما يسهل شوف سيتي مشات تلعب في الاتليتيكو ياك ويتسم سدات شي حاجه سميتها بابا سداتها ولا سيميوني كيقول لهم نتوما اللي مباركين الباص فهمتي كيعرفوا يسدوا كيعرفوا يلعبوا فهمتي مقودين اصاحبي ولا مشى في كونتر اتاك الا مشى دي بروين حتى تنفس وزرا شي جوج جريات لا لا كونتر اتاك راه تشبههم ولا لاحظتي اللعبه ديال سيتي كاملين من الجول حتى الفوق كيعرفوا يلعبوا تكنيسيان فهمتي كيعرفوا يلعبوا كواري راه خصكم تعرفوا بلي سيتي راه لاح واحد ماطا حقاش جون جونز كان اغير دغواط داك جون ستونز راه لاحوا راه جونز راه مفهمتي هما لي زاغيغ ديالهم كيعولوا عليهم باش يلعبوا كره راه كون كان اغير واحد اللي ناضي كون نسا فهمتي هذا مفهمتش غير جوالكر كانسيلو كانسيلو نورمال كيلعب في الجهه الاخرى زعما في لا فهمتي غادي يلعبوا عليهم بزاف اصاحبي فهمتش عندهم كره بزاف على الاخرين مقتولين اصاحبي راه مودريتش مره كي عنده واحد ربع ساعه في رجليه بنزيما ناضي صافي وفينيسيوس كيف فهمتي حتى هو ناضي جوج لعابه ناضين وواحد ناضي ربع ساعه اما الشيء الاخر كلشي مقتول لا لا بنزيما ولد الحرام عطيتي شي كره ما كتقولش بنزيما كون كان في السيتي كره الدواء صاحبي زعما شي ثلاثه المرات السيتي دابا راه بغا نجيبو هالاند اللي جابو هالاند راه خصهم تسعود هما ضروري هاري كين خويا بغيتي في السيتي بروجو هاري كين ما بقى ليه شويه فهمتي الصاد عنده واحد 3 سنين ولا 4 سنين غادي يضربو مقود هاري كين يجيبو ولكن هما عندهم بوسيبيليتي يجيبو هالاند علاش يجيبو هاري كين فهمتي هالاند كيتضرب الصاد هاري كين لا هالاند كيتضرب ولكن هو هانيا جو حقاش هما اصلا 3 سنين وما لاعبين بلا تسعود يعني غيتضرب غادي يجدو برناردو سيلفا غيولي يلعب تسعود ونص وهما فهمتي غيقداو فهمتي غيعيش وماشي غادي يتخنقوا ماشي مش ضروري زعما انهم علاش الدراري غادي يبدا الماتش وماي شوف غنبدا الماتش غنبطل صافي ايدياس صافي خويا شينا باغي نعس اخويا الزاري ساعه لك اخويا ايدياس ان شاء الله عشيه لي اوماي باش نتلاقاو من بعد نقلبوا الباص لبنادم براي اللي في حيط يلا سير اشير اللي كاين في سبيس تهلاو كنشكروكم الله يسهل عليكم